بنسمع تاني عن هوليوود سمايل، وبص تلاقي كل واحد فاتح كشك سجاير تحت السلم وبيقول لك انا بعمل هوليوود سمايل. ببص تلاقي ان كل واحد يجي يقول لك لا اصل هوليوود سمايل هي عبارة عن قشرة ذرية معمولة في جبل عتاقة علشان خاطر تتحط على السنان ومنحضرش الاسنان. بس يا معلم انت كده بقيت جورج كلوني او انجلينا جولي. فطبعا تهريج، وبنشوف بلاوي وحاجات مفيش حاجة اسمها اركب حاجة وافكها علشان خاطر ابقى عندي ابتسامة مثالية. ده يعني بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان اللي كانوا يلزقوا حتة باروكة كده قدامه وكانت باينة وشوية سلوتيب، ويقول لك هو ده التجميل في زراعة الشعر. فهو ده بالظبط يعني اللي بنشوفه، او شعوري اللي بحسه لما بشوف الحاجات اللي بتتفك وتتركب والسناب اون. ويجي واحد تاني يقول لك لا بص ده انا هعمل لك بقى ايه عدسات جايه من زايس واحطها لك على السنان ومن غير تحضير اسنان، وهتاخد سنان جميله جدا وحاجه استيك وشغل فنادق. بنشوف تهريج الحقيقه، ويعني كل يوم بنقعد نسمع، وبقعد ساعات اتفرج على الفيسبوك وعلى التلفزيون، بقينا بنشوف حاجات بصراحة يعني تحزن أكتر ما هي تضحك. وللأسف ناس كتيرة جدا بتنخدع بالكلام ده وما بتعرفش الحقيقة فين. هوليوود سمايل ببساطة إن أنا بصلح الابتسامة بتاعة المريض، بصلح شكل اللثة، بصلح شكل الشفة، بصلح مكان السنان اتجاهها وحجمها ولونها، عن طريق أقسام معترف بيه، عن طريق قسم التركيبات الثابته، عن طريق قسم علاج اللثه، عن طريق قسم الجراحه او الزراعه، حشو العصب لو محتاجه، التقويم لو محتاجه. فهو مجموعه من التخصصات بنقدر نوصل بيها للابتسامه المثاليه بالمقاييس العالميه، وتبقى طبيعيه، وتبقى دي سنانا اللي بناكل بيها وعايشين حياتنا، مش واخد ساند الباروكه كل شويه لحسن تقع. مفيش الكلام ده، احنا نقدر نحصل على سنان طبيعيه احسن زي سناننا اللي اتولدنا بيها، ولكن بشكل حلو، بمكان حلو، بابتسامه مثاليه ترجع لي شكل الشفه وشكل الوش للضحكه المثاليه. محدش يعرف ان هي معمول، ولا اقرب الناس ليه. فده هو معنى كلمه هوليوود سمايل. اي حاجه تانيه هي عباره عن ان انا بحاول ان انا بروباجندا دعائيه لا تمت للعلم بصله. فمعانا حاله تاني بنحاول برضه نحفظ الناس ونفهم الناس يعني ايه هوليوود سمايل. الحاله كان عندها مشكله في اللثه، عندها لثه باينه في ناحيه وناحيه تانيه مش باينه، مغطيه جزء من الاسنان. عندها العضه اسنان اقصر من سنان، يعني الطول بتاع السنان بيتحدد بحاجتين، يا اما اللثه بتنزل فالسنه بتقصر، يا اما طول السن قصير او طالعه لفوق فالسنه بتقصر فبتعمل لي فات فراغ ما بين الفك العلوي والسفلي. عندها طبعا حشوات بيضه محطوطه في المنطقه الاماميه، ودايما انا بقول الحشو الابيض في المنطقه الاماميه هو حل مؤقت، ما هوش حل دايم. لو واحد عايز حاجه تقعد معاه فور اير ومش هيأفورد او مش هيقدر يستحمل الكوست بتاع تكلفه العمل البورسلان، وعايز يعمل حشو ابيض ماشي، بس يبقى عارف ان ده حل مؤقت، مش هو ده الحل الدائم اللي هيفضل بيه طول عمره. فحط حشوات طبعا زي ما احنا شايفين لونها اتغير واتكسرت وحصل فيها مشاكل، وطول الاسنان مش مظبط محتاج ان هو يتغير، يبقى لون، حجم، وشكل اللثه. اول حاجه طبعا التكنولوجي الجميله اللي دايما بنتكلم عليها هو البلو ليزر. البلو ليزر هو عباره عن طول موجي جديد للليزر بيعمل لي تبخير وليس قطع للثه، فبقى اصبح مفيش الم، اصبح مش محتاج بنج عشان يتعمل بيه حاجه، بيتعمل بسرعه جدا، لمبه بتمشي على السنان بتشكل الشكل المثالي للثه. الناحيه دي في الحاله دي عملنا الناحيه الشمال علشان خاطر نكشف الاسنان ونخلي اللثه كلها اللي باينه طول واحد. بعد كده بنبتدي نعمل تحضير للاسنان علشان خاطر نعمل القشره التجميليه، وبنحضر بالمايكروسكوب نشيل الجزء التالف من المينا او من الحشو واللي مساوي لنص ملي متر
علشان خاطر ما بنشيلش كتير بس ده لازم يتشال علشان خاطر ما يبقى الارتفاع بتاع السنان مظبوط، الشفه اللي ساند عليها تبقى مظبوطه، نقدر نعمل الارتفاع المثالي. احيانا في ناس اللي ما بنحضرلهاش دي اليمين، لو انا عندي اوريدي في المينا مترقعه او الكونتور او التقوس بتاع السنه اوريدي في مشكله، انما الناس اللي التقوس طعم طبيعي لازم اشيل واللي بشيله واحطه اللي هو البورسلين النقي. نبتدي بعد كده نعمل تصميم للابتسامه، نصمم على الكمبيوتر الطول المثالي اللي يسند الشفه اللي يبان في الضحكه بشكل كويس واللي يبقى مديني السبورت او الشكل المثالي للابتسامه. بعد كده بنبتدي نخرط البورسلين القشره دي زي ما عملناها على الكمبيوتر، بنخرطها من بورسلين نقي. البورسلين النقي اللي هو البورسلين الزجاجي ده هو يماثل 95% من المينا الطبيعيه. نبتدي ان احنا نحطه على الاسنان بماده معينه عمرها ما تفك، مفيش حاجه بقى اسمها ان دي ممكن تقع، مفيش حاجه اسمها ان دي ممكن يحصل لها مشكله، اللي هيأذي السنه دي هو اللي هيأذي السنه الطبيعيه، ليه؟ لانها 95% زي المينا، انا مش محتاج افكها واركبها، كل ده كلام فارغ، مفيش حاجه اسمها ان انا افك ابتسامتي واركبها، ده بيديني حق ان انا كبير جدا في السن، حتى واللي عنده 60 سنه يا جماعه مش كبير في السن. يعني ده ممكن ان هو يبقى سنانه احنا نقدر نخليها عنده 30 سنه وحاجه و20 سنه، فمفيش داعي ان احنا نكبر نفسنا بحاجه بتتفك وبتتركب عشان رخيصه. يعني ما تستخسروش في صحتكم علشان في النهايه ده بيأثر على نفسيتنا، بيأثر على البرودكتيفيتي بتاعتنا، والبلاستيك ده هو اسوأ حاجه للثدي. فتبص تلاقي ريحه وحشه جدا، بيحصل عفن تحته، تبص تلاقي التهابات وحمار في اللثه رهيب جدا لو الكلام ده ما اتعملش بالشكل القياسي، لو اتعمل من خامه وحشه او لو ما اتعملش الفورم المظبوطه اللي تخلي اللثه حالتها كويسه. نقدر نوصل لنتائج زي دي، ابتسامه اتغيرت تماما، البنت حياتها لا تتخيلوا سعادتها اتغيرت قد ايه، بقت من واحده حاسه نفسها ان هي متضايقه وكئيبه ومش مبسوطه وحاسه ان هي خلاص هي ربنا ما ادهاش نصيب من الجمال، لواحده واثقه في نفسها جدا بتضحك حاطه الفول ميك اب مبسوطه جدا وحاسه نفسها يا ارض تقدم عليك ادي لمجرد ان الابتسامه اتظبطت. فلو سمحت ما تتخدعوش ودايما خليكم عشان يوعي.